بسم الله الرحمن الرحيم. Wir fangen jetzt mit der Lektion 6 an, mit dem Buch Grammatik aktiv. Kann ich oder muss ich? هل أستطيع أو هل يجب؟ هو يجب يعني يجب علي. فما زلنا في المودال فيرب. هنا الجبراوخ الاستعمال كيف نستخدمه؟ فالدرس الماضي كنا متحيرين في بعض الكلمات. اليوم سأشرح لنا. لدينا في البداية المودال فيرب الأكليرونغ الشرح والبايشبيل المثال. فلدينا müssen يجب keine Alternative يعني لا يوجد خيار لازم 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 keine Alternative. مثال ich muss arbeiten أنا يجب أن أعمل. ich muss auf die Toilette gehen يعني ممكن نكتفي ب أنا يجب يعني أن أذهب إلى الحمام. فالجيهن هذا لا نحتاجه في الألماني. لدينا الآن الكونن يستطيع. فلدينا ثلاث احتمالات أو يعني ثلاث خيارات أو ثلاث شروح لها. Ich habe das gelernt يعني أنا تعلمته. فعندما لدي الملكة في الشيء أقول Ich kann Englisch sprechen أو Ich kann Englisch. أنا أستطيع الإنجليزية أو أستطيع التكلم بالإنجليزية. رقم اثنين Es gibt die Chance, es gibt die Möglichkeit يعني يوجد الاحتمال هذا. وهنا نستخدم أيضا können. Hier kann man essen und trinken يعني لدي الإمكانية أو السماح أن آكل وأن أشرب. المعنى الثالث dürfen يعني يسمح. هنا يكون مشترك بين الدürfen والكنن أن es ist nicht verboten هو ليس ممنوع. فهنا نستخدم ممكن الكن وممكن الدürfen. Hier kann man parken oder hier darf man parken. هنا أستطيع أن أركن بالسيارة. طيب الآن الدürfen und nicht dürfen لا يسمح ويسمح. Es ist verboten يعني nicht dürfen ممنوع عكس المسن أظن. يا دف نicht تمام. Es ist verboten ممنوع. Hier dürfen Sie nicht rauchen. لا يسمح ممنوع يعني بالتدخين أو الدخان. Es ist erlaubt مسموح. Heute dürfen meine Kinder Fernsehen. يسمح لهم هو مباح أن يشاهد الأطفال اليوم التلفاز. طيب möchten Es ist ein Wunsch, oder es ist mein Wunsch, höflich. يعني الاحترام كما قلنا المرة الماضية. فمثلا ich möchte einen Kaffee, أريد قهوة أو أريد ich möchte einen Kaffee trinken, أريد أن أشرب قهوة, bitte, لو سمحت. ورجاء عندما تذهبون لألمانيا أو قبل أن تذهبوا لألمانيا تعلموا البيتر. أنا لدي زميل يسكن معي يقول لي دائما ich möchte das, ich möchte dies بدون البيتر. حتى الألمان يعني هنا لازم نقف قليلا أنا سأسكت قليلا. عندما لا يقال لك أو عندما لا تقول البيت سيقول لك صوبة بعض. سأكتبها لكم أو حبذا لو أحد كتبها في المجموعة وهنا على الزوم. صوبر صوبر بالأر فوت يعني كلمة السر. سيقول لك صوبر بعض حتى تقول بيتا ثم يأتيك بالشيء. فهذه أحد الأسباب أن الألمان يكون رخم مع الأجانب. wollen es ist mein Wunsch direkt يعني هو أمنيتي لكن يكون مباشر يعني غير محترم. nicht höflich wenn wir etwas von einer Person möchten يعني يكون غير محترم عندما نطلب شيء من شخص. فمثلا Ich will gerne Ski Urlaub machen. طبعا هنا Ski لأنها ليست كلمة ألمانية. الكثير حتى الذي وصل إلى البي 1 يقول Ski هي Ski. Ich will gerne Ski Urlaub machen. أريد أن أعمل إجازة الشي أو التزحلق على لوحة مش عارف إيه على الثلج. بعدين إلى الزولن وما أدراك ما الزولن. Erstens Möchtest du, dass ich؟ هنا في الأسئلة
عندما يكون الموضوع متعلق بالسؤال فنستخدم الزولن، يعني هل تريد أن أفعل كذا؟ مثلا زول إيش دي أنا كافي ماخن، فهنا أسأل هل تريد مني أن أفعل القهوة، فهنا لا نقول مس إيش دي أنا كافي ماخن، زول إيش دي أنا كافي ماخن. فعندما نطلب شيء أو نسأل أحد أن نفعل له شيء نستخدم الزول. المعنى الثاني أو الاستخدام الثاني eine andere Person hat zu mir gesagt sie müssen und ich erzähle das، يعني أحد الأشخاص الآخرين قالوا لي أن أجب، يعني يجب أن أفعل كذا. فالطبيب مثلا يقول للمريض du musst trinken du musst medizin nehmen du musst schlafen، يجب أن تفعل كذا وكذا. فأنا أحدث شخص آخر وأقول له الطبيب قال لي يجب أن أفعل كذا، فهنا استخدم الزول. Der Arzt sagt، الطبيب يقول ich soll die Tabletten nehmen، أن آخذ الأدوية، und ich soll nicht arbeiten، ولا يجب أن أعمل. إلى هنا أحد لديه أي سؤال؟ نعم، عندي سؤال. تفضل. يعني ما الفرق بين موس وصل أو صل؟ فهنا مثلا يعني احنا بنرى الشرح لا يوجد خيار، فالأمر متعلق باليجب الفرضية. أما الزولن كما قلنا نستخدمه في الأسئلة، هل يجب أن أفعل كذا؟ أو في الحكاية عن شخص آخر أوجب لي شيء. هذا باختصار. طبعا الأمر يعني ليس للدرجة أنه كارثة ولا أحد سيفهمني، لا، الناس سيفهمون. وفي بعض الأحيان يكون الأمر بين أنه في خطأ، لكن في أغلب الأحيان لا يوجد. يعني لا نخاف من هذا، والآخر نستعمله أو يعني الباقي نجعله هكذا، أنه مسن نستخدمه في الكل في الأغلب، والزول نستعمله فقط في موضوع الأسئلة. عندما نقول هو غالبا، أنا مثلا عندما أتعلم العربية الجملة أكونها بالألمانية أولا ثم أترجمها، فأدقق في الأشياء التي لازم أركز عليها في العربية. فنفس الموضوع تفعلونه في الألمانية، تسألون أنفسكم مثلا هل يجب أن أفعل لك قهوة، أو هل تريد مني أن أفعل قهوة، فهذا ثم نترجمه، وبدلا من المس نستعمل الزول لأنه سؤال. ثلاثة اثنين واحد، ننتقل إلى التدريبات. الآن سنرى من الذي يفهم ومن الذي لا يفهم. طبعا الجميع شطار. مثل möchten oder können، يجب، تريد، oder können، يستطيع. ergänzen Sie die Verben. Frau Hunter، können Sie bitte anfangen؟ نجعلها سطر سطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. Susi ist Jahre alt. 7 Jahre alt, ja. Sie müssen jetzt gern in Urlaub fahren. يجب أن يذهب الآن بحب إلى الإجازة. Oder Sie können. Sie können jetzt Nein. gerne in Urlaub fahren. Sie müssen. Genau, richtig. Sie möchten oder sie möchte? Sie möchten. Susi. E-N. Susi ist. طب ما هي زي هنا groß. عشان النقطة. الجملة انتهت فبدأت جملة جديدة، فاضطرينا أن نكتبها كبيرة. تمام. زي
زي كان. لا نحن قلنا مشتل، لكن التصريف كان خطأ. راحت لخبط. دي مشتر يتستجرن ان Genau. اورل فار. Genau richtig. Aber. Aber sie müssen in die Schule gehen. التصريف. Aber Genau sie muss. richtig. Sie muss. طبعا الأستاذة رقية التي تأتي بعدها، لكن أنا سأترجم أولا. فزوزي است زي ميارا آيت، هي 7 سنوات. زي مشتة جان يتس جان إن أولاب فان، هي تريد أن تذهب الآن إلى الإجازة. أبا زي مس إن شولة جين، لكن هي تجب أن تذهب إلى المدرسة. رغم شول فلشت. تمام، هذه كلمة احفظوها، هذه كلمة احفظوها، شول فلشت، فرضية الذهاب للمدرسة. فالأطفال مجبورون أن يذهبوا إلى المدرسة إلى السن 16 تقريبا. أوكي، الآن الأستاذة رقية. هتبقى زي كان يست إميولي فيك فارن Genau, يا richtig. بروتا يا بروتا ماك ماكس است 4 Jahre alt يا تبقى موس نوخ نيشت ان دي شولة جين. Genau, richtig. طبعا الأستاذة شيماء بعدها، أنا أترجم أولا. Sie kann erst im Juli wegfahren. يعني هي لسه erst تستطيع أن تذهب في اليولي، الشهر السابع. Ihr Bruder Markus, أخوها ماركوس، ist 4 سنوات. Er kann noch oder er muss noch nicht, er muss noch nicht in die Schule gehen. لا يجب عليه أن يذهب للمدرسة. الآن الأستاذة شيماء. أبا. Aber gehen in die Schule gehen die Susi. Aber Schule تبقى must طيب وكان نترجمها هكذا أولا. كان لسه. طيب أبا إيه، لكن هو يحب أن يذهب إلى المدرسة مثل يوزي، مثل زوزي. فنحط ماذا؟ مثل ولا مشت ولا كان؟ مشت طيب الفعل مشت، التصريف تبع الإيه؟ مشتست مشتست للدو، دو مشتست، لكن إيه؟ مشتست مشتا. Genau richtig. فهو يريد بحب برغبة أن يذهب للمدرسة مثل زوزي. بعدين إيه؟ noch nicht schreiben und wissen er kann Genau. kann noch nicht schreiben und lesen. لا يستطيع أن يقرأ وأن يكتب يكتب. أو يقرأ أنا. Genau. طيب الأستاذة عمود، الأستاذ عمود تسمعونني؟ أيوه. أوكي. زوزي سموتا است ليدي. بعدين؟ زي زي موس أربايتا. Genau. Und Sie? Genau. Sie kann 6 Wochen pro Jahr Urlaub machen. طيب. الآن مترجم. Susis Mutter ist ledig. Hier غير متزوجة. Sie muss arbeiten. يجب عليها أن تعمل. Und sie kann 6 Wochen pro Jahr Urlaub machen. هي تستطيع أن تفعل 6 أشهر، معلش، 6 أسابيع في السنة أن تقضي الإجازة وتفعل الإجازة العطلة. أوكي. Jetzt Frau Handa. أه
Ja, und dann die mit Susi und Markus aus Meer fahren. Und dann muss. Müssen? يعني يجب عليهم أن يذهبوا للبحر. طيب الأستاذة رقية. هتبقى will sie mit Susi und Markus ans Meer؟ لكن ال will غير موجودة، لدينا فقط müssen, möchten oder können. تمام. تبقى möchte sie mit Susi und Markus ans Meer fahren. Heute ist sie krank. Sie kann nicht arbeiten. Sie muss zum Arzt gehen. تمام. هو أنا صراحة أرى هنا أنه نستطيع نضع اثنين. فهي الأولى أو يعني من حيث الجملة زي 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 كان ولا زي مس؟ قلنا إيه؟ زي كان زكس تمام. تمام. فإذا كان زكس وقت يا ولو ما هي تستطيع أن تفعل 3 أسابيع في السنة إجازة وندان كان زي مت زوزي und ماركوس أنت ميرفان يعني هي تستطيع لديها سيظهر عندكم بعد قليل. ف من حيث سياق الجملة أنه هي تستطيع أن تقضي كذا أسابيع من الإجازة وبعدين تستطيع يعني يسمح لها أو كما قلتم مشتى، لكن يكون المعنى أنه هي ترغب وهذا لا نعرفه. فنفضل هنا الكنن und dann kann sie mit Susi und Markus ans Meer fahren. لكن كما قلت الاثنين ممكن يعني من حيث أنه الكلام ممكن لكن المعنى تختلف قليلا. طيب الأستاذة هنا بما أنها لم تأخذ دورها sie muss nicht heute ist sie krank. Sie kann nicht arbeiten. Genau. Sie möchte zum Arzt gehen. Nein, sie muss. Okay. طيب هنا الأولى sie kann nicht arbeiten, هي لا تستطيع أن تعمل. طبعا هنا أرى أنه المس أيضا ممكن sie muss nicht arbeiten لأنه هو حسب المرض يعني لو المرض خفيف مثلا فنقول sie muss nicht arbeiten. بعدين sie muss zum Arzt gehen. تمام يجب عليها أن تذهب للطبيب. طبعا هنا كان أفضله أكثر زي كان نشت أبدا هي لا تستطيع ليس لديها القدرة بسبب المرض. هات يمان فرق هات لديه سؤال كاين فرق نين دانكي بيتشن نمرة 2 أو أوفغابة 2 müssen oder dürfen يجب أم يسمح. Ergänzen Sie die Verben und ordnen Sie die Bilder zu. أكمل الأفعال ورتب الصور. طيب الأستاذة شيماء. الجميع يأخذ 2. يعني لا أفهم بالضبط ماذا يريد هنا. تمام. نترجم أولا هنا الكلمة. Die Wörter hier, هنا, nur Damen hineingehen. يستطيع الدخول. أنا الآن ترجمتها. فقط السيدات. أساعدكم. الإشارة هذه تكون معلقة عند الحمام. تمام. هتبقى أه.
هي دوفن نور دومن هاينن جيم هينين جيهن هينين جيهن. تمام. الحرف اتش بالألماني صوتي يتقطع. اوف دويتش بيتزا. تمام. الحرف الاتش بالانجليزي بالالماني كيف نقولها؟ كيف نسميها؟ اش اش ها. يعني لا ينطق. ها ها ها. اوكي. الثاني ايضا استاذ شيماء فهي من نخرجت سبارن نخرجت الى اليمين. بي هتبقى تمام. هي من موست هي مسمن المن بمنزلة الإر والزي والأس. أوكي مسلم. تمام. هي مسمن نخشت فن. هنا يجب الواحد من أحد أن يذهب إلى اليمين. أوكي. الآن الأستاذ عمود نمرة 3. Das man nicht trinken. مش عارفة هي أنهي في الصور. تمام. الصورة فين هي؟ هذا تمام. الثين إيه؟ يعني لو الواحد شربها سيكون مسموم أو يسمم. ف يبقى فيه نيشت ترينك يعني لا يشرب. فيه مش نعم. كده؟ هو فيه لازم نختار بين تمام سي تمام. هي يعني هي بالنسبة للصور لا مشكلة، أنا ممكن أقولها، لكن نهتم أكثر على المسن والدفن. تمام. يعني ماذا نختار؟ يعني دوف نهتم على الجملة. هتكون دوف حضرتك والتصريف. سامعني؟ أسمعكم. والتصريف حضرتك حضرتك قلت إن من هتبقى ظرف. تبقى مفرد يبقى ظرف. لم أفهم شيئا. نعم لم أستطع أن أسمع شيء. هو أنا صوتي مش واضح؟ الآن واضح. نعم حضرتك قلت إن من مفرد هتبقى تصريفها ظرف. يعني das تمام. darf man nicht trinken. ظرف عشان تمام. مفرد. فالتصريف يكون darf. das darf man nicht trinken. تمام. لا يسمح للواحد أن يشرب كذا أو أن يشرب. طيب فيها هي Kinder spielen und laut sein. هنا الجي أنا يوسف نعم. دوفن. طيب التصريف يكون هي dürfen Kinder spielen und laut sein. تمام. هنا يسمح للأطفال أن يلعبوا وأن يكون أن يكونوا بصوت عالي. أوكي. الآن الأستاذة هاندا نمرة 5. فهمت. فتبقى دي دورف. هير دورف مان راوخن راوخن und liegt hier. هي الدوف ولا هي حاجة تانية؟ هير دورف يعني هي الدوف مش دورف. يعني هو يسمح بالتدخين.
تمام. هي فالتص كنو هي داف من غوهم داف. مسمى. اوكي زكس here زكس كاين gravity dragon dragon ان هم كارفات ان هم ايه اوكي هير دورف برضه دورف هي داف من كاين كرافات تراجن لا يسمح برضه بالارتداء تمام الكرافات. تمام ونركز ان الاي والسي والا ابجديات وليست ارقام، فلا نقول نما ايه ونقول بوش تابع ايه او ايه فقط. اوكي الان هل أقول إيه؟ معلش أنا سمعت. كنت اقول انه لا نقول نما ايه، يعني لا نقول رقم ايه وانما بوشتاب ايه. أنا مش سامعة. طيب الاخرون يسمعونني؟ نعم. بص بيقطع طيب شوي. سعيد انا قلت انه الاي بوشتاب حرف وليس رقم، الان واضح؟ تمام. يعني انا لما اجي اقول مثلا الصورة نومة كذا ما بقولش نومة نومة. تمام، لأنه إيه ليس رقم، فلا نقول ما نوما ممكن إيه، نقول بوش طب إيه. بخش طبيغن ايه بخش طبيغن ايه ها ليس هو الصوت لا يصل إليكم أكيد. لا نقول بوش طبيغا، لأنه البوش طبيغا يعني تقطيعها للحروف. بوش طب حرف، بوخ حد شتابة. سامعني؟ حد سامعني يا جماعة؟ طيب نعم أسمعكم الآن واضح؟ لا انا مش سامعة بس الصوت بيعمل عندي، فانا عايزة افهم ان هي تمام كده. يعني انا افهم اقول ايه؟ مش ممكن عارفة. نقول بيت إيه مثلا، صورة إيه، ولا نقول لا رقم ولا حرف يعني، أو نقول بوخ شتابة إيه، بوخ شتابة ليس بوخشتابيغن. تمام. اوكي تمام. او انا احدد مثلا طيب الصورة الأستاذ فانا اقول مثلا الصورة اللي فوق او الصورة تحت او على اليمين او على الشمال. تمام، لكن هنا يعني تكون الصور مختلفة أو كثيرة، فلا نقول فوق تحت، لأن تحت فيه كثير وفوق فيه كثير كمان. تمام طيب تمام تمام طيب الآن الأستاذة رقية رقم 7 و8. هتبقى زيون، هتبقى رقم هتبقى هي موسمان لانسام فاغن ونما أخت هتبقى اللي هي اف بتبقى اف تمام بالألماني صح؟ اف يا هي موسمان شتوبن. جنو هي مسمن شطبن، فهي مسمن لانجزام فان يجب الواحد أن يقود ببطء، وانت هي مسمن شطبن يجب الواحد أن يقف. أوكي أحد لديه سؤال؟ هي من فان وراحت هي من فان كان فان. نعم، شكرا. نشت سودانسون أخذ مستمع الحلقي. أوكي الآن النمرة تغير والأوفكا بتغير. كنن، فالكنن قلنا أنه فيه 3 معاني، فهنا نختار المعنى. المعنى الأول الذي نعطيه رقم 1 إشهاب داس كيلانس، أنا تعلمت ذلك، يعني فيه تعلم، فيه قدرات وملكات. Es gibt die Chance, die Möglichkeit. يوجد احتمال كذا ويوجد احتمال كذا. Oder 3. Es ist nicht verboten. ليس بممنوع. Markieren Sie. بنختار دائما الأرقام، وكل رقم له المعنى الذي كتبناه. نبدأ مع الأستاذة شيماء. كذلك هنا يعني نقسمها إلى 4، كل واحد سطر، كل واحد تدريب.
تفضلوا. ايش كان دوت ساي فارن شي فارن فارن شي اه شي فارن سوري هي محلولة أصلا يعني تمام إيش إيش هابي داس كنت أبا إس أبا إس جبت هي كاينن سني شني يا سني من كان نيست سي باغن شي باغن أنا نسيت شي فاغن يعني غير مسموح ولا شي فاغن يعني إيه؟ شي فاغن التزحلق على الثلج في التزحلق بعض اللوحات. تمام طيب يعني من كان أبا إيش كنت هي من كان نشت شي فاغن هتبقى ثلاثة طيب نحاول أن نترجم أولا. Ich kann gut Skifahren. يعني أنا أستطيع أن أتزحلق. فهنا قلنا أنه لديه الملكة تعلمها. Aber es gibt hier keinen Schnee. يعني لا يوجد ثلج. Man kann nicht Skifahren. لا يستطيع الواحد أن يتزحلق. فهذا له معنى الملكة ولا الاحتمال بنعم أو لا أو المنع ممنوع يعني. هو يعني المفروض ممنوع لأنه ما فيش ثلج يعني هي تحلق إزاي؟ لا الاحتمال منعدمة فالإمكانية غير موجودة. فنقول فهمت. اثنين من كان نشت شي فارن يعني لا يوجد الإمكانية. تمام فهمت أوكي عفوا. رقم اثنين نمرة سباي أو موهود. الأستاذة طيب نعطي الدور للأستاذة هانا وبعد ذلك الأستاذة عهود. Ja, können Sie Englisch Nummer 1? Nummer 1, ja. Dann können Sie den Job in England machen. Zwei. Nummer 2, تمام. فكönnen Sie Englisch؟ هل تستطيعون الإنجليزية؟ فهنا لدينا موضوع الملكة. فاخترنا الواحد. Dann können Sie doch, dann können Sie den Job in England machen. إذا تستطيعوا أن تفعلوا العمل في إنجلترا. فهذا الاحتمالية. فنقول فقلنا اثنين. الأستاذة عهود نمرة 3. Können Sie nicht lesen? Hier ist Parken verboten, aber da kann man parken. شيء ممنوع. هو يقول كانن زي نشت ليزن يعني هل يعني لا تستطيعون القراءة يعني أنتم أعمى يعني. هي استاكن فابوتن. هنا الركن أو الركن ممنوع. أبا دا كان من باركن لكن هناك يسمح أن يركن الواحد. فلو عكسنا مثلا او شلنا النشت كنن زي ليزن فهي تكون مثل كنن زي انجلش فيكون انا ايه رقم جمله ثانيه ان هو ممنوع او مش ممنوع ده اللي انا اتكلمت فيه بس تمام نمرة تمام 1 جنو نمرة 1 طيب aber da kann man parken اكتب انا تمام. فما زلنا هنا في ثلاثة. كانن زي نشت ليزن فقلنا واحد. هي سباكن فابوتن. Aber da kann man parken. نمرة 3. أنا صراحة أفضل الاثنين. Ich bevorzuge zwei. لأن هذا متعلق بالمöglichkeit. يعني هنا
لديكم الإمكانية للركن. يعني تمام. انا كنت عايز اسال على معناها لوحدها، مجلش كيف يعني الامكانيه، والثانيه الاولانيه يعني هي صراحة كأنها مشتبكة، يعني ممكن نقول اساس نشت فابوتن، يعني هو مسموح، aber da kann man parken، يعني مسموح، لكن أفضل المكلشكات، فأفضل الاثنين. لا، كلمة تشانس دي يعني هي اسمها تشانس أصلا، شانس، الشانس، يا شانس كلمة يعني ايه؟ إنجليزية، فرصة، يعني توجد الفرصة أو الإمكانية. تمام. أوكي، نمر فيها الآن مع الأستاذة رقية. Ich kann das Auto nicht kaufen. هتبقى دي Möglichkeit der Nummer 2. Genau, ja. Ich kann das nicht zahlen. هتبقى برضو دي Möglichkeit Nummer 2. Und ich kann auch nicht Auto fahren. ممكن Nummer 1 عشان هي فيها تعلم يعني. Ich habe das تمام gelernt. بالضبط، تمام. فإيش كان das Auto nicht kaufen، لا أستطيع شراء السيارة، فهنا الإمكانية، فنقول 2. إيش كان das nicht bezahlen، ليس لدي القدرة في الدفع، فأيضا 2. und ich kann auch nicht Auto fahren، يعني ليس لدي الملكة، فقلنا 1. وصلنا إلى التدريب الرابع. wollen oder möchten. möchten ist immer möglich. wann kann man wollen sagen؟ ergänzen Sie. طبعا قلنا أن wollen يريد، möchten يكون للخطاب ويكون مهذب أو محترم. Frau آية، können Sie bitte Nummer 1 sagen؟ Herr Meier, was nehmen Sie? Gerne einen Apfelsaft. Ich will, nein, ich, ja, ich möchte gerne einen Genau. Apfelsaft. Genau. Ja. Er spricht Sie an, deswegen sagt er, ich möchte gern einen Apfelsaft. طبعا Herr Meier, ماذا تريدون؟ أريد عصير التفاح. Okay. Frau Handa, Nummer 2. Ja, hallo. Lisa, Lisa will heute nicht in die Schule gehen. Genau, richtig. Lisa möchte nicht oder will nicht, tut mir leid, will nicht heute in die Schule gehen. Ela turid in tathab ila madrasa al-yawm. Frau Rukia, Nummer 3. Was möchten Sie? Wir möchten 1 Kilo Tomaten, bitte. Maza turidun? بما أنه خطاب قلنا möchten، wir möchten 1 كيلو طماطم، نريد كيلو طماطم. Frau Schema Nummer 4. Bita ist 40 Jahre alt und 40 oder 14? 14. 14. 14, ja. 14 alt, Jahre alt und will, ja. Will suchen oder no, was ist es? Schon in die Disco gehen, aber seine Eltern mussten. Das nicht. Wollen das nicht. Wollen? Okay. Warum? Möchten يعني والديه يعني المفروض نستخدم صيغة الاحترام. تمام، لكن هنا لا يوجد خطاب. يعني لو كان هناك خطاب فسيكون محترم ونستخدم المشت، لكن هنا تقرير عن الوالدين وتقرير عن البيتا.
فيقول تمام. أنه بيتا 14 سنة ويريد أن يذهب إلى الديسكو، فنحن نتكلم عنه، فلذلك قلنا فولن ولا فيل. هو هير لوكي. بعدين أبا زنائتا، لكن والديه لا يريدون، فولن بس نشت. أحد لديه سؤال؟ يا ايش هبقى نفرد التمرين ده احنا خدناه قبل كده. أنا أعرف، لكن التسجيل لم يكن جيدا، لذلك نعيده. تمام. أوكي، نمرة 5 أو آية. Sie können um 8 Uhr oder um 9 Uhr kommen, wie Sie wollen. Hier spricht eine Person eine andere Person an. Deswegen muss das formal sein. Wollen, möchten, Entschuldigung. Genau. Möchten. Genau. يعني تستطيع أن تأتوا الساعة الثامنة أو التاسعة كما تريدون. فالاحترام نقول مشت. نمرة 6 أو هانزا. Entschuldigung, ich möchte das Fenster öffnen. Ist das okay für Sie? عفوا، أريد أن أفتح النافذة، فهل هذا جيد لكم؟ أوكي، الآن ندخل. Jetzt gehen wir auf Aufgabe 5. Wenn ich das so mache, dann. Nee, egal. Susi ist krank. Müssen oder sollen? Ergänzen Sie. طبعا نحن قلنا أن sollen نستخدمه في حالتين. في حالة السؤال، وفي حالة تقرير عن شخص أو المحدث شيء فرضه علينا أحد، كالطبيب الذي يفرض على المريض، فالمريض يكلم أحد الأشخاص. ف wir sind jetzt mit Frau Rukia. كل واحد سطرين، سطر قصدي سطر. زوزي ist krank. زوزي ist krank. Sie müssen zum Arzt gehen. Sie müssen sagt, oder sie muss? Sie muss. Sie müssen zum Arzt gehen. Der Arzt sagt, du musst im Bett bleiben. Du musst oder du sollst? Du musst. Yani هو الدكتور هو اللي بيقول هنا. لا، هو حال زوز ist krank. Sie muss zum Arzt gehen. Der Arzt sagt. هي هو الدكتور بيقول لها، يعني بيقول لها انت يجب عليك ان انت تبقي في السرير. هي لكن هنا تقرير، هنا تقرير، هو والتقرير نفس الموضوع ايضا في الامثله تبع القاعده في البدايه في اول الصفحه، فيقول ده ارتس زاكت ich soll die tabletten nehmen. ما هو لو تقرير هتقول الدكتور قال لي ايش زل، مش لكن هنا بيقول الدكتور بيقول لها او بيقول انت يجب ان تبقى في السرير، الدكتور هو اللي بيوجه الكلام تمام، دو، صح ولا ايه؟ جميل. دو موست. طيب انا ساتاكد ان شاء الله من هذه. تمام. اوكي، دو موست نقيها هكذا حاليا، دو موست ان بيت بلايب. وانت Frau Shaima. Du, wir schlafen und wir trinken. Du musst wir schlafen und wir trinken. Susi sagt zu ihre Mutter, der Arzt sagt, ich im Bett bleiben und schlafen. Ich muss. هنا نحن في الأول كنا نشك، فالأولى أظن أن في هي فعلا هكذا كما قالت الأستاذة رقية أنه دمست، لكن هنا تقرير، يعني هنا أنا أحدث أمي، الأم
أو هي زوزي تحدث الأم، فيكون ظل، هذا أكيد. ظل. أوكي، يعني فدي الثانية موت. تبقى إيش إيش نعم ظل؟ تمام. فالأولى التي قالت الأستاذة شيماء دو موست، وبعدين الثانية إيش نزول إن بيت بليب أنشلاف. طيب فراو آية إيش؟ Ich muss nicht in die Schule gehen. Die Mutter. Die Mutter fragt, sollst du Medizin nehmen? Susi antwortet, nein, aber ich. Ich soll, vielen Dank. Genau, richtig. فالأولى قالت ich muss nicht in die Schule gehen. إنها ليست سؤال أو تقرير. Die Mutter fragt, sollst du Medizin nehmen? هي تسأل لأن الطبيب هو الذي يفرض عليهم. Susi antwortet nein, aber ich soll viel trinken. لأنها نصيحة أو كلام من الدكتور. Hat bis hier jemand Fragen? Dann gehen wir zu Nein. Aufgabe 7. Ups. Okay. Ergänzen Sie müssen, können, dürfen, möchten oder wollen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. فيوجد احتمالات كثيرة. ليست شرط أن تكون كلمة واحدة. ومüssen. طيب. فنبدأ الآن مع الأستاذة هندا أو هندا. Ja, in der Bibliothek sie Bücher leihen. Sie dürfen Bücher leihen. Sie dürfen nicht essen. Und sie ihren Bibliothek diese zeigen und sie attacken durch ihren Bibliothek weiter تمام. zeigen und sie nicht laut sprechen. Ja, durch. Sie dürfen. Ja. Okay. فالأولى Sie dürfen. هنا نستطيع أيضا أن نقول Sie können Bücher leihen، لأن هي احتمال. فالدürfen وال können في نفس المعنى. بعدين Sie dürfen nicht essen. Sie müssen Ihren Bibliotheksausweis zeigen. يعني تستطيعون أن تستعيروا كتب. ولا تستطيعون الأكل. ولازم تظهروا الهوية أو الكرنية المكتبة. Und sie dürfen nicht laut sprechen. ولا تستطيعون التكلم بصوت عالي. Jetzt im Museum, Frau Ruqya. Im Museum, Sie können Bilder sehen. Sie müssen bezahlen. Sie dürfen manchmal nicht fotografieren. Aber sie dürfen laut sprechen. Tamam. Sie können Bilder sehen. فهناك الاحتمالية. Sie müssen bezahlen, الفرضية. يعني لازم تدفعوا وتستطيعون مشاهدة الصور. Sie dürfen manchmal nicht fotografieren, أحيانا لا تستطيعون التصوير، aber sie dürfen oder können laut sprechen، ممكن أن تتكلموا بصوت عالي. Sie sind krank. Frau Schema. Sie sind krank. Sie mussten تريدون أن تبقوا في البيت؟ لا 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 دوفن
dürfen. Dürfen. تستطيعون؟ عندما يكون أحد مريض يجب أن يبقى في السرير. يجب. مسلم. ما خدتش بالي إن في كلمة مسلم موجودة في الاختيار عشان كذا. فزي مسلم إن بيت بلايم. لازم أن تبقى في السرير. زي نشت غوخن يعني إيه غوخن يدخن. غوخن. يعني لا يمكنكم التدخين. كنا زي كنا نشت. الأولى دوف لأن هي فرضية يعني زي دوف نشت غوخن يعني لا يمكنكم التدخين. هي فرضية. زي دوفن نشت غوفن زي 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 مو زي بولن بولن في المريض يشرب الدواء تم يجب أن يشرب يجب أن يشرب كثيرا يشرب كثيرا مسلم مسلم كنا زي müssen viel trinken. Sie sind zu dick, Frau Meyer. Sie müssen nicht zu viel essen. Malisch, ja, Frau Meyer. Sie sind zu dick. Sie, Sie können nicht viel essen. لا غير مباح. يعني الذي يسمين ويريد أن يخسر وزن فلا يمكن أو لا يسمح لهم وغير مباح لهم. وأي حاجة في البروتين تبقى نشت تبقى درش صح؟ أي حاجة نشت هكذا أراه نعم زي درش نشت في الاسم لكن هي ليست قاعدة ثابتة يعني هي ليست قاعدة ثابتة أنه لو وجدنا نشت فهي دائما على طول دوفن طيب. هي بمعنى أنه الغير مسموح الغير مباح للشخص فهنا نستخدم الدوفن فلكن مثلا أقول أنه أنا ما عندي ich kann nicht مثلا ich kann nicht Schach spielen لا أستطيع أن ألعب الشطرنج أو شطرنج على حسب المال زي كنن سبورت مخل زي في الفصل ترينكل und Salat essen زي müssen هي هنا زي müssen سبورت machen كان الذي هنا أيضا يجب عليه أن يفعل الرياضة لكي يخسر الوزن زي müssen سبورت machen يجب أن تفعلوا الرياضة und sie müssen viel Wasser trinken und تشربوا كثيرا وان تاكلوا السلطه اوكي يس هو بالنسبه للتمرين رقم 6 احنا مش هنعمله لا يعني بسبب الوقت لكن ممكن تكتبوا بعض الاشياء وترسلوه لي علي تمام ممكن حضرتك تبقى تعملها لنا سكرين على الجروب هو الكتاب أصلاً موجود في المجموعة يعني ممكن تفعله في الأنهنجة أنا لا أعرف كيف مكتوبة عندكم بالعربي لكن أنا علقتها عندما تضغطون عدة مرات ثلاث مرات أظن سيظهر عندكم الـ PDF وممكن تحملوه تمام حتى لو غير موجود يعني بعضهم ربما لا يجد الشات الدردشة السابقة فممكن يقول لي وأحمله من جديد. أوكي. Frau Eier, Kinder mit 10 Jahren. Kinder mit 10 Jahren, sie dürfen nicht rauchen und nicht Auto fahren. Sie sollen in die Schule gehen. Sie wollen oft keine Hausaufgaben machen. Sie sollen oder sie müssen? Müssen. Sie müssen in die Schule gehen. Und sie wollen oft keine Hausaufgaben machen. Genau. فزي dürfen nicht rauchen يعني لا يسمح لهم الدخان ولا استخدام السيارات ف
طبعا هنا في مصر لدينا قاعدة خاصة. زي مثلا عندي الشول جين، يجب أن يذهب إلى المدرسة عشان الشول فشت، لكن هي حتى في مصر غير موجودة. und sie wollen oft keine Hausaufgaben machen، غالبا لا يريدون كتب الوظائف، وبعد الامتحانات يحرقون الأوراق. اوكي، im Auto، في رقية. Im Auto, Sie müssen vielleicht Ihre Brille tragen. Müssen Sie vielleicht. müssen Sie müssen vielleicht. أنا أظن Sie können vielleicht. يعني الاحتمالية موجودة. تمام. Sie können vielleicht Ihre Brille tragen. Sie dürfen nicht schlafen und auch nicht telefonieren. Aber Sie, Sie können essen und sprechen. تمام. فسي كونن فيلايشت ايغ بريل تراجن. طبعا احد هنا ممكن يعدلني. هي من ناحيه المسن ايضا منطقيه، يعني عند وجود الشمس يجب الواحد ربما او يجب الواحد ان يستخدم النظارات. فالكونن او المسن هنا في احتماليه. فيلايشت ايغ بريل تراجن. زي دورفن نيشت شلافن او نيشت تليفونين، لا يمكنكم، لا يسمح لكم يعني أن تناموا وأن تتصلوا. Aber Sie können essen und sprechen. يمكنكم الأكل والكلام. طيب،